بص الدفا بيغزه، رح نروح هلا لغزه ونشوف هالطلاب شو عاملين بغزه. فعلا ريكورد كثير حلو عن بص الدفا يلي عم يستعملوها الشباب والصبايا ليساعدوا غيرهم، فبنروح هلا الى غزه ونسمع ريكورد عن بص الدفا. بص الدفا مبادرة أطلقتها مجموعة من الشباب في قطاع غزة بهدف مساعدة العائلات الفقيرة ولو بشيء متواضع. بص الدفا هي مبادرة سعودية تعمل على إنها توزع وجبات العشاء في وقت الليل، اللي هي فعليا في أيام